هل يمكن تطبيق قانون 175 لسنة 2018 على المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية؟ وهل يمكن تطبيق هذا القانون على الأجانب مش مصري هو المقيم داخل جمهورية مصر العربية في حال ارتكاب مثل هذه الجرائم ولا لا؟ يبقى أنا هنا بتكلم عن النطاق الإيه؟ المكاني. طيب المشرع قال لي إيه؟ قال لي يطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اللي هو قانون 175 على الأجانب المقيمين في جمهورية مصر العربية، على الأجانب الإيه؟ المقيمين هنا. فأنت ما تجيش تقول لي عشان هو أجنبي بس مقيم هنا ما يطبقش على القانون، لا، المشرع قال لك كده. كما يمكن أن يطبق على المقيمين خارج مصر بصفة عامة، ولكن بشرط أن يكون الفعل المرتكب من الأجنبي أو المصري المقيم خارج جمهورية مصر العربية معاقبا عليه قانون زي القانون اللي عند حضرتك. يعني أنت عشان تقولي أن أنا أعاقبه هناك أو أن أنا نطاق القانون ده يطبق عليه، يبقى لازم دولته بتنظم قانون يكافح الجريمة الإيه؟ المعلوماتية. طب الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل معاقبا بإحدى القوانين اللي في الدولة لو توفرت في بعض الحالات اللي أنا هقولها لك، والحالات اللي أنا هقولها لك بناء على نص مادة داخل قانون 175 وهي المادة 3. 1، إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريا، يبقى من وقعت عليه الجريمة كان مصري، المجني عليه مصري، أو واحد منهم لو مجموعة تم عليها الجريمة مصري، يطبق قانون إيه؟ 175. يبقى نطاق تطبيق القانون من حيث المكان أول نقطة تعرفها إن هو لو مصري أو أحدهم مصري يطبق عليه الإيه؟ الكلام جوه أو بره مصر. 2، إذا تم الإعداد، بص بقى وركز جدا في الحتة دي، هو هنا لسه ما ارتكبش الجريمة ولكن أعد للجريمة، خطط لها قبل ما ينفذها، كان عنده دور في التوجيه والإشراف على تمويل هذه الجريمة جوه جمهورية مصر العربية، إذن يطبق عليه قانون 175. الحالة الثالثة، إذا ارتكبت هذه الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وانتوا عارفين ان الجماعات الإجرامية المنظمة في الوقت الحالي يكاد يكون كل فرد في هذه الجريمة المنظمة موجود في دولة غير الدولة اللي موجود فيها بقية الايه؟ التشكيل ده. طيب في الحالة دي إذا كانت تمارس أنشطة إجرامية في أكتر من دولة من بينهم دولة جمهورية مصر العربية، يبقى يطبق القانون ايه؟ 175 لسنة 2018. إذا كان من شأن الجريمة الحاق بأي من مواطني جمهورية مصر العربية، خلاص احنا كده عارفين ان انت طالما راجل تحمل الجنسية المصرية يبقى القانون ايه؟ طب بالنسبة للناس الأجانب المقيمين عندك في الدولة، مبدأ الإقليمية، طبعا انتوا عارفين في قانون العقوبات ان المبدأ اللي بيتخذه هنا هو مبدأ الايه؟ الإقليمية، يعني حدود مكان ارتكاب الجريمة. ولكن المشرع في قانون 175 ما اقتصرش على مبدأ الإقليمية، ده خد مبدأ الإقليمية ومبدأ العينية ومبدأ العالمية في تطبيق هذا الايه؟ القانون. إذن المقيمين من الخارج داخل جمهورية مصر العربية وقعت عليهم جريمة تضر مصالحه يطبق عليه قانون 175. عشان انت تبقى عارف الكلام ده لما يجي لك الموكل ويقول لك اصل انا اجنبي، فانت ممكن تقول ليه لا طالما اجنبي. 175 ده نشرحه تاني؟ ما انا شرحته لهم. ماشي اشرحه لكم تاني، حاضر. هو انا لسه في المادة الثالثة منه يعني. اذا ارتكبت الجريمة، وركز جدا في الحتة دي، في ناس تقول لك ايه؟ طب هو ارتكب الجريمة وهو على ظهر سفينة او راكب الطيارة، فانت ما حددتليش المكان اللي هو موجود فيه دلوقتي فين، فانت هتطبق عليه القانون ده ولا مش هتطبق عليه؟ ولكن المشرع المصري اجاد في صياغة هذا النص لما قال لك اذا ارتكبت هذه الجريمة على متن اي وسيلة من وسائل النقل، سواء كان نقل بري او بحري او جوي، وكانت مسجلة، الوسيلة دي مسجلة لدى جمهورية مصر العربية او تحمل علم جمهورية مصر العربية، إذن يطبق عليها إيه؟ قانون 175 ل 2018.